واقترب عيد الفصح، ذكر نجاة بني إسرائيل من يد فرعون، وكان على الناس أن يذبحوا خروف الفصح. فأرسل يسوع المسيح بطرس ويوحنا ليعدا عشاء الفصح. شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم إني لا آكله ثانية حتى يتم القصد منه في ملكوت الله. مبارك أنت أيها الرب، يا ملك الكون، يا من تخرج الثمر من الكرمة. خذوا هذه واشربوا جميعكم، لأني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. مبارك أنت أيها الرب، يا ملك الكون، يا من تخرج الخبز من الأرض. هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. لكن ها يد الذي يسلمني تمتد إلى المائدة معي، وابن الإنسان سيموت كما هو محتوم، لكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. مستحيل، غير ممكن. ما الذي يقوله؟ ماذا؟ ماذا؟ من سيسلمك يا رب؟ غير ممكن. ما الذي يقوله؟ مستحيل.